منكم شيئا ولا يحبكم إني إذن في الظلام مبين إني ألا أعز بربكم أسمعون قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه ببديع من السماء وما كنا مرسلين إذا إلا صحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أم يرون كما أكابهم من القرون أنهم إليهم لا يصلحون كلما جميع لدينا مضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحياها وأخذنا منها حبة فمنهم يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وأرزقنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسخ منه النهار فإذا هم مظلمون ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم فتسلم بغيناها أدرك القمر والليل سار كلها وقدر في ملك سلحوه وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في كل مشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغلق فلا صريح لهم ولا هم يقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أطعموا من لم يشاء الله أطعمه إن كنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.